كل حماس وشغف وحب رح نحكي عن الـ AUM. امبارح استقبلنا الجامعة الأمريكية في مادبا ضمن مجموعة الرعاة اللي موجودين معنا بمشوارنا الصباحي صحصح، وكلنا فخر بأنه هاي الجامعة آمنت بطريقتنا وبأسلوبنا في الحديث، لهيك اختارت بأنه يكون لهم هيك حصة من مشوارنا الصباحي صحصح. واليوم رح نبدأ بالبشرة السارة اللي عم تقدمها الجامعة الأمريكية في مادبا لكل الطلاب الأردنيين وغير الأردنيين، رح نحكي لكم كيف مجموعة من المنح الدراسية اللي قد تصل إلى 100% على أساس التفوق الأكاديمي في شهادة الثانوية العامة. يعني أنت معدلك مثلاً 60 رح يطلع لك منحة دراسية على أساس معدلك، اللي معدله 90 بيطلع له منحة دراسية أعلى، لهيك إحنا عم نقول إنها تصل لغاية 100%. نبدأ مع منح الطلاب الأردنيين ندوش. يلا حبيبتي، بدي أحكي لكم طبعاً بأنه يعني هذه المنح هي كنوع من التحفيز والتشجيع للطلاب اللي معدلاتهم جداً عالية، المتفوقين جداً، وللطلاب اللي معدلاتهم متوسطة ولكن عندهم شغف بدراسة تخصص معين. فالجامعة الأمريكية في مادة بالصراحة يعني تقدر على جهودها في هذا المستوى. منح للطلاب الأردنيين، طبعاً تعطى المنحة على أساس التفوق الأكاديمي، أو يعني شو التفوق الأكاديمي؟ يعني يا شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. نعم. طبعاً منح تبدأ من معدلات 60% إلى 98%، يعني عندك 60 70 80 90 95 98. هذا يعني أن كافة طلاب التوجيهي سيستفيدون من هذه المنح. للأردنيين تبدأ المنح من 10% وتصل إلى 100%. يعني عليكي. نعم. منح الطلاب غير الأردنيين أيضا تعطى المنحة على أساس التفوق الأكاديمي بالمعدل. المنح برضو تبدأ من 60 70 80 90 95 و98، وأنا حبيت أنهم مميزين بين الـ 95 وبين الـ 98. أنا الصراحة بتفرق. تفرق. يعني في تفوق أكاديمي طبيعي، ولكن لما تقول واحد جايب 98 فهو above average، يعني هو فوق المعدل الطبيعي. المنح هون للطلبة غير الأردنيين تبدأ من 10% ولغاية 50%، فهم أكيد يعني عندهم تمييز للطلاب الأردنيين كونها الجامعة الأمريكية في مادبا. واللي أنا بقوله هذا مش غريب، يعني أنا لما رحت أدرس بالقاهرة الطلاب المصريين بيحصلوا على tuition fees أو يعني أجور جامعية أقل منا بكثير، وهذا الحكي نفسه ببريطانيا وأمريكا. Which is fair. أنا بنظري it's fair. طبعاً أكيد طلاب الشامل والتشسير يحصلون على منح على أساس المعدل بامتحان الشامل. بدنا نحكي أيضاً عن أبناء محافظة مادبا، عندهم برنامج للمنح اسمه لأنكم أهلنا. كتير حلو الشعار. طبعاً من باب تمييزهم وخدمة أبناء المحافظة من الطلاب والطالبات، أطلقوا هذا البرنامج الذي طبعاً يعنى أيضاً بتقديم منح لطلاب مادبا على كافة المعدلات من 60% إلى 98%، وكل ما زاد المعدل زادت المنحة. آخر نقطة بدنا نحكي لكم إياها لأنه إحنا صراحة انبسطنا فيها، بالجامعة الأمريكية في مادبا ابن الأردنية يعامل معاملة المواطن الأردني. شو حلوة هاي. يعني عن جد قمة الحضارة. صح. إذا والدتك أردنية أنت رح تعامل معاملة الطلاب الأردنيين وتحصل على المنح اللي بتبدأ من 10% ولغاية 100%. تحياتنا لإدارة الـ AUM ولطلاب الـ AUM اللي بالفعل من وقت ما بدأوا يخرجوا طلابهم مميزين وحاضرين في سوق العمل. صح 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 صح